كله رحمي بحمد لله. تمام. عم بتشوف شو عم بيصير بفلسطين يا فادي؟ أكيد يا حبيبي أكيد عم بشوف. طيب يعني مش أنا بس اللي عم بشوف، كل العالم عم بتشوف. أكيد كل العالم عم بتشوف، بس أنت موقفك يعني ك ك كفلسطيني شو عم بيصير يعني ببلدك فلسطين؟ شو بدي أقول؟ اللي عم بيصير ظلم، وكل العالم عارفه انه ظلم، وكل البلاد عارفه انه ظلم، بس انه اللي بداري اكثر انه ما حدا بيتحرك ليعمل شيء. مزبوط. عرفت شو قصدي؟ انه هذا الاكثر شيء بداري، انه شايفينه بيقولوا ظلم، واللي قادر يعمل شيء طالع بيجده يعمل شيء. هلا احنا مثل كحنانين لنقول ما فينا نعمل شيء غير انه اذا شيء نتضامن مع الشعب، ونقدر نعمل اغاني، ونقدر يعني نصليهم، ونقدر يعني عرفت شو قصدي؟ بس اللي بيقدر يعمل شيء مش عم يعمل شيء، هذا الشيء البدايه اكثر يعني. مزبوط. انت يعني هلا كشاب فلسطيني يعني شو عم بيصير؟ يعني هيك مش بتحس حالك انه مش قادر يعني بتعمل شيء، بدك تصرخ، بدك تطلع صوتك؟ انت هلا كفنان، انت كفنان هلا عم تفكر مثلا انه هلا يعني بهذا الوقت بتشوف هذا الصور على الاخبار، وقتها يعني شو بيجي على بالك؟ شو بيخطر على بالك بدك تعمل؟ شو بدي اقول لك؟ يعني ما بعرف شو بقى، بس انه يعني بيخطر على بالي، والصراحه بيخطر على بالي اعمل انه روح قاتل معهم، يعني هي بدك اياها من الاخر يعني. بس انه يعني واحد شو طالع بايده يعمل، شو في يقدر يعمل ومش عم يعمله يعني. عرفت شو قصدي؟ يعني واحد من كل قلبه بيتمنى انه خلص عن جد، خلص انه يعني كفايه دم، كفايه قتل، كفايه ظلم. عن جد مش معقول يعني، عن جد احنا فايتين ال 2009 يعني، عن جد عيب كل هالحضاره والتكنولوجيا والناس وصلوا على القمر ولسه ما بعرف اي كلمه بدي اعبرها تقول شو هذا الشعب اللي قاعد مش معقول يقاسوا طول حياتهم قاعدين يقاسوا نازلين في دم العرب. عن جد شيء مش معقول عن جد. وبعضهم شيء يعني اذا بدك سايبين يعني شغله سايبه يعني، بس بتشهد يعني مثل اذا بدك بتحسي انه على الشخص يعني، بس بدهم بفوتوا على فلسطين، بس بدهم بفوتوا على لبنان يعني، هيك مثل دوله سايبه يعني، وما حدا بيتصرف ليعمل شيء او ليقدر يوقف عن حدا او ليقدر يعني ما بعرف شو بدي احكي. بس انه انا عن جد من كل قلبي بحيي كل المقاومين وكل اللي عم يقفوا بوجه هالعدوان المقرش اذا بدك، الحيوانات سوري على الكلمه، بس انه يعني واحد قد ما بيكون معصب بصير يطلع منه كلام، بس انه يعني ان شاء الله ما يصير بقى شيء قتل، وان شاء الله تصير حل الامور، بس لانه عن جد حرام كفى دم يعني بالزياده بقى دم هالكل هالشباب المواطنين المناضلين، كفى دم حرام بقى هالكل هالعالم عم بتموت كرمال ما في يعني، كرمال بس دوله مسيطره عامله مثل اذا بدك مثل حكم دكتاتوري يعني، يا انا بدي هيك، اذا ما بتعملوا هيك بدكم تموتوا يعني. عرفتي؟ اي والله يعني يا مثل ما انا بدي يا اما الموت، واحد من اثنين. فانا ما فيني اقول شيء عن جد. انا بتشكرك فادي على اتصالك وعلى مداخلتك معنا اليوم بهالحلقه، لانه عن جد الكلام يعني اكيد احنا بدنا نوصل رساله، عم نحكي عم نقدر عم نجرب نعمل قد ما فينا شو ما بنقدر نعمل، مثل ما قلت انت حتى بنصير نفكر انه اخر شيء بدك تمسك السلاح وبتنزل معهم، اذا كل العالم بتنزل قطع شو بدك تفكر يعني بالاخر. بس اكيد انا بدي اتشكرك فادي على مداخلتك، تجيك جرس اللي عطول بصلت الضوء على هيك قصص انسانيه، بتشكركم جميعا، وبتشكر انه فكرتوا فيي تلفنوا لي، وثانكيو لكم كثير. ميرسي كثير يا فادي، ان شاء الله ميرسي دعواتك، الله يخليك، مع السلامة. أكيد كنا مع اتصال مع الفنان فادي أندراوس، أكيد كلامه كثير يعني عن جد يعني الواحد ما بيعرف شو بده يقول، لأنه الحكي الحكي صار له سنين حكي حكي حكي.